جونيور 6 هنراجع النهارده. بالنسبه طبعا انتوا عارفين ان في الشمال هنا عندي البحر المتوسط، في الغرب هنا عندي دوله ليبيا، في الجنوب عندي دوله السودان، في الشرق عندنا البحر الاحمر، وهنا عندي ده خليج العقبه، الناحيه الثانيه هنا عندي خليج السويس، ودي قناه السويس. طيب بيقول لي رقم واحد، بص يا حبيبي لو شاور لك على المثلث ده وقال لك منطقه زراعيه هقول له الدلتا، لو شاورني هنا عند نهر النيل وقال لي منطقه زراعيه هقول له وادي النيل او نهر النيل. طب رقم واحد هنا بيقول لي ترعه نقط، الترعه دي في شرق الدلتا، شرق الدلتا عند ترعه الاسماعيليه، يبقى في الشرق الاسماعيليه، شرق الدلتا عند ترعه الاسماعيليه. طب رقم اثنين، الترعة الطويلة دي هي الترعة دي دخلت جوه المنخفض؟ ما دخلتش، طالما ما دخلتش يبقى دي اسمها ترعة الابراهيمية. رقم ثلاثة، الترعة اللي في غرب الدلتا اسمها ترعة النوبارية. رقم أربعة، المنخفض القريب من وادي النيل ده اسمه منخفض الفيوم. رقم خمسة، الترعة دي بركز فيها، الترعة دي مش دخلت جوه المنخفض؟ طالما دخلت جوه المنخفض يبقى اسمها ترعة بحر يوسف. طالما جوه المنخفض ترعة بحر يوسف. رقم ستة، هنا في الدلتا عندي القناطر الخيرية. رقم سبعة، بعد التانية قناطر اسنا. طب لما يجي سؤال هنا صح وغلط، نحصل على الأغذية المحفوظة، الأغذية المحفوظة اللي هو العصير والحاجات دي، نحصل على الأغذية المحفوظة الصناعية صح. يوجد حدود فاصلة ما بين البيئات؟ غلط، احنا قلنا لا توجد حدود فاصلة بين البيئات، علشان كده بيئات مصر مالها متداخلة. من الخصائص الاقتصادية للبيئة الزراعية ارتفاع متوسط دخل الفرد؟ غلط، هو عندها انخفاض دخل الفرد وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة. تم تهجير سكان النوبة قبل بناء السد العالي؟ غلط، الناس دي هجرت بعد بناء السد العالي. اكتشف البريطانيون طريق رأس الرجاء الصالح؟ غلط، البرتغاليون واكتشفوه 1498. تمتع المصريين بخيرات بلدهم أثناء الحكم العثماني؟ غلط، كلمة تمتع غلط، بنكتب حرم. حرم المصريين من خيرات بلادهم اثناء الحكم العثماني. لما يقول لي بما تفسر، ليه بيعتبر منخفض الفيوم بيئه زراعيه رغم وقوعه في الصحراء؟ هقول له لانه يتصل بنهر النيل عن طريق ترعه بحر يوسف. يبقى منخفض الفيوم بيئه زراعيه لانه يتصل بنهر النيل عن طريق ترعه بحر يوسف التي تجري له المياه العذبة والتربة الخصبة. طب ليه بيقل السكان كلما اتجهنا نحو الصحاري أي حيث تقل جودة التربة؟ يبقى بيقل السكان كلما اتجهنا نحو الصحاري حيث تقل جودة التربة. ليه بيقل سكان الوادي عن الدلتا؟ أو ممكن يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر يقل السكان في الوادي الابلي، السكان بيقلوا في الوادي الابلي او ليه السكان بيقلوا في الوادي؟ هقول له بسبب ضيق مساحه الاراضي الزراعيه. ليه كثير من الشباب الذكور بيهاجر من الريف للمدن؟ بسبب المشكلات الاقتصاديه، الناس دي بتهاجر بسبب المشكلات الاقتصادية وحاجة المشكلات دي البطالة وانخفاض دخل الفرد وانخفاض مستوى المعيشة. ما النتائج المترتبة؟ ايه اللي حصل لما محمد الثاني فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية؟ النتائج المترتبة على فتح القسطنطينية ان اصبحت القسطنطينية عاصمة
الدولة العثمانية، يبقى أصبحت القسطنطينية عاصمة للدولة العثمانية، ولقب السلطان محمد الثاني بمحمد الفاتح. يبقى لما فتح القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية، خلى القسطنطينية عاصمة للدولة العثمانية. النتائج المترتبة على الحكم العثماني في مصر اثنين. أول حاجة عندي معاناة بعض الطوائف، طوائف مجموعة من الناس كانت بتعاني وبتشتكي من الفقر والجهل والمرض. يبقى هقول هنا معاناة يعني شكوى بعض الطوائف، بعض جماعات الناس كانت بتشتكي من الفقر والجهل والمرض. الفساد يعني انتشر الجمود والتخلف. فساد الجمود والتخلف في جميع نواحي الحياة، مبقاش فيه تقدم في البلد. النتائج المترتبة على الإكثار من مساحات الخضراء، إيه اللي هيحصل لما تحت مساحات خضراء كتير وحدائق كتير؟ قال لي ده بيؤدي لامتصاص الغازات الضارة. يبقى المساحة الخضراء والحدائق تمتص الغازات الضارة. فتركز صناعة الألمونيوم. الألمونيوم صناعته بنعملها في مجمع حمادي في محافظة قنا، خلي بالك منها. تعتبر صناعة الصابون والعطور من الصناعات الكيميائية. قام محمد كريم حاكم اسكندرية الحملة الفرنسية. كان نظام الحكم العثماني في مصر نظام استبدادي ظالم. تتراوح مدة حكم الوالي من عام لثلاث أعوام.